كنا نستمع لانفجار إن شاء الله يكون بعيد على البيت. والله كان في انفجار قبل قليل مع أثناء الاتصال مع الزملاء. الانفجار تقريبا قريب من البيت بحوالي 20 أو 30 متر. الحمد لله هناك بعض الأضرار المادية في الحي السكني الذي أقطن به وفي منزلي. الحمد لله الأمور بخير، لا يوجد إصابات في صفوف المواطنين وأبناء الحي. طيب ماذا سجلت لنا؟ ماذا سجلت لنا؟ هل هنالك مستجدات خاصة في صفوف الجرحى أو هناك في ضحايا نتيجة لهذا القصف بعد قطع الكهرباء؟ لعل أبرز الأخبار التي جئت بها الآن. نعم. حسب الإعلام العبري يقول أن قوات الاحتلال ستقوم بتفجير مركز شرطة إزديروت على من به من مقاومين فلسطينيين والذين يحتجزون بداخله رهائن. طبعا هذا القرار جاء بعد فشل قوات الاحتلال في السيطرة على هذا المركز، علما أن مركز شرطة إزديروت قد تم السيطرة عليه منذ ساعات الصباح وتزامنا مع اقتحام مستوطنة إزديروت المتاخمة لحدود غزة.